زيارة وزير البيئة المياه والصيد صديق عبد الكريم حجار برفقة فنيين مختصين في مجالات البيئة المياه البترول إلى مصفاة بديلاء الواقعة بإقليم لوغون الشرقي جاءت ردا لتلك الإشاعات التي انتشرت مؤخرا عبر بعض من وسائل الإعلام المحلية وشبكات التواصل الاجتماعي، مفادها بأن شركة جلينكور التي تشرف على تنقيب حقل بترول قرية بديلاء قد تلقت موافقة من الحكومة التشادية بتفريغ هذه المياه التي تخرج مع البترول أثناء التنقيب في الطبيعة. شركة ده شافها كي شغل ده بيجي كريتيك وأعلننا جاء حد جالينا قال شغل ده مش الكي سوليسيون هنا وشنو، ونفس الوقت السكان هني والأسوسياسيون والشيوخ هم كله قاموا كتبوا وحجوا في الروادي في تلفزيون ما نعرف كله وراه علينا وزارة هنا البيئة وزارة هنا البترول أدينام إذن عشان المياه ده يكون برا من الديك، يعني يخلوا برا بس يدفق كل زراعة وكل شيء. ده كلام كذب ساكت. واستطاع الوزير خلال اجتماع عقده مع الفنيين بمصفاة بديلاء ومسؤولي شركة جلينكور تشخيص هذه المشكلة. وفي طريق عودته التقى الوزير بحضور حاكم ولاية لوغون الشرقي أحمد محمد طاحة والوفد المرافق له بالسلطات التقليدية بالمنطقة، وأوضح لهم الوزير خلال هذا الاجتماع عدم صحة تلك الإشاعات التي قد نشرت مؤخرا. كما أكد الوزير بأن فخامة رئيس الجمهورية قد وضع استراتيجية متكاملة لحماية وترقية البيئة منذ سنوات مضت، ولا زال موضوع البيئة يتصدر جدول اهتمامات فخامة رئيس الجمهورية حتى هذه اللحظة. جلينكور عند برودكشن عن البترول وفي إنتاج عن البترول هنودا بنتج نفس الوقت مياه، والمياه ده مخزنه في باسين كتير عشان يفلتري يتريتي، وده باسين الأخير، ولكن الباسين الأخير ده حصل إمالة مرة واحدة، والمياه كبيرة كتير على السنة قريب ده قريب عنده ألم كتير مرة واحد، وده جازات فوقها أول عندهم 800 باريل عن المياه يجي كل يوم، حتى اليوم كله حصل كده اليوم 800 باريل قاعد يجي يسبه هنا. لينكور عنده حصل كله برودكسيون عنه ده دار يقمنته دار يزيد إنتاج عنه، وإنتاج عن البترول كان زاد ألم كله في نفس الوقت يزيد. قلنا الحكومة يجيب خبراء خاص أنينا بس نكفهم ما جلينكور نمشي أنينا سيادة نسوي أناليز أنا نشوفهم من ذات يجي يسوي نفس الأناليز نفس اليوم نشلو الأشانتيون نفس الساعة نفس المكان أنينا نمشي نسوي أنا هم كلهم يمشي يسوي أنا بعد ذاك نكمباري نشوف والإكسبير يدينا السوليسيون.